يا ابني اقسم بالله انا زهقت، واقسم بالله ما طايق البلد دي. انا اعمل اي حاجه بس اغور من هنا. بص يا ابني، واقسم بالله لو سبت البلد كده هروح بص في اي بلد تانية واشتغل اي حاجه. بص هغسل اطباق يا اسطى وهتعمل فلوس قد كده يا ابني. ده بيقول لك الساعه ما اعرفش بكام هناك، انت مجنون يا ابني؟ الساعة معرفش بكام، اضرب بقى في 10 ولا في 15، شوف كام صفر. واحنا قاعدين هنا مش عارفين نعمل حاجة. تعال يا عم نطلع على اي سفارة كده نجرب. دي يا جدعان فلاش باكس، حاجة كلام كان كنت انا بقوله مع ناس صحابي وناس زي كتير بيقعدوا يقولوا نفس الكلام ده، ان هما ممكن يعملوا اي حاجة، ان انت هتيجي هنا في اللذيذ شغل جميل وبقى وتلاقي بنات حلوة حواليك وكل حاجة سهلة وهتعمل فلوس في ثواني. مش عاوز اقول لكم يعني كل الكلام ده بلح ولا بطيخ، كل ده بلح من الاخر. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جاية من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. يعني انا لو ينفع ارجع تاني واكلم نفسي هقول الكلام ده بلح، مفيش الكلام ده. فيا جدعان اول موضوع هنتكلم فيه، اوعوا تسمعوا لحد يقول لكم انا هصفركم بالفلوس وتتخيل ان انت هتيجي تجيب الفلوس على طول. ان واحد يقول لك انا هصفرك ب 100,000 جنيه وتروح انت بقى زي الاهبل تلم الفلوس من كل حته عشان تسافر، وفي الاخر بيطلع حوار. ماشي، الكلام ده كله بلح. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت عليه يا منصور؟ اه ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ مفيش حد بيسافر بالفلوس. فيا جدعان نصيحه من اخوكو، ما تعملوش الحوار ده. انا اول واحد اتنصب عليا في الموضوع ده. من الاخر انا مش بعمل يعني فتك وبقول لكم ان لا ده انا مع... لا انا واحد من الناس جربت كذا مره وكان نفس التفكير زي الكلام اللي انا قلته لكم ده كده في الاول. كنت اقعد انا وواحد صاحبي نقعد نتكلم، اقول له مش عارف ايه بقى والافلام بقى، ده انت هتروح يا عم انت مجنون، 100,000 ايه يا عم ولا حاجه، ده انت شهر هتكون جمعته. بلح، كل ده بلح. اللي انا عاوز اقوله لكم هنتكلم على المواضيع دي كتير، هكلمكم عن تجارب حاجات حصلت معايا. بس يا جماعه بالله عليكم نصيحه، وخلوا بالكم محدش يمشي ورا حد يقول له انا هسفرك بالفلوس، عشان مفيش حد بيسفر بالفلوس من الاخر. ولما انت تخش السفاره ليها تظبيطات لازم انت تظبطها. ايه هي التظبيطات؟ هنتكلم فيها. بس يا جماعه لازم كل حاجه تبقى مظبوطه، لان انت بتخش عليهم دول ناس زيك زيهم بس فاهمين الموضوع اكتر وبيبقوا واخدين باك جراوند وكل حاجه عنك، او بيبصوا على الابلكيشن، بيبصوا على كل حاجه، فبيبان بقى انت بجد عاوز تعمل ايه او ايه اللي بيحصل. خدوا بالكم يا جدعان، نصيحه اول كلام بينا، محدش يمشي ورا حد يقول له هسفرك بالفلوس. شكرا يا جدعان ان انتوا اتفرجتوا عليا دلوقتي، وان شاء الله هنتكلم كتير، وشوفوني في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن حاجات اكتر وهنسجل في اماكن اكتر ونشوف مع بعض. لو اي حد عنده سؤال احنا موجودين مع بعض. شوفوا لينك الحلقه تحت وشوفوا اللينك الصفحه، يا ريت تعملوا لي لايك وفولو. طارق ابراهيم.